موضوع الرئاسة عبد الله الماجد رئيس للنصر خلفا لابراهيم المهيدب، الملف هذا كان مشغل النصراويين ابو بدر؟ والله شوف انا ما شفته انه مشغل النصراويين، لانهم هم ملوا من هذا الموضوع. شوف ابو بدر، المساله هي كانت مساله انه 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 صندوق يتملك 4 انديه، كان هو اتفاق ما بين الفيفا ولمبدا النزاهه او لمبدا العداله في او نزاهه اللعبه. فقرروا انه يكون في 25% من مجلس الاداره انه يكون من المؤسسه غير الربحيه اللي هي من الجماهير او محبين النادي. لكن مع 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 الوقت اتضح انه سياسه واحده، انه في مجلس اداره يخص هذه الشركه وماشي على طريقه وماشي على خططه، ولن يكون التاثير كبير في لرئيس النادي، فما فرقت خلاص. انت اؤمن بالاداره الموجوده اللي وضعها الصندوق وخلاص يعني، والناس ملت اصلا من هذا الملف ولا حسوا في الموضوع. يعني اليوم كان خبر مفاجئ ماشي انه تولى للاستاذ عبد الله الماجد رئاسه النصر غير الربحيه، وسينضم الى مجلس الاداره مع اعضاء الصندوق، ولا هي سياسات محطوطة. يعني قصدك ان الجمهور توصل لقناعه ان ال4 انديه القرار فيها عند شخص في قاعد في مكتب في صندوق الاستثمارات العامه وليس عند الناس اللي محطوطين رؤساء، هذا قصدك؟ طب اكيد بالتاكيد، خلاص هذا اقتناع، هذا واقع انه هو مو شخص، هم موجودين، هم الخمسه الموجودين في كل نادي بالاضافه. اي بس الخمسه ذولي لهم رئيس، يعني يرجعون لرئيسهم، وموظفين ترى. ما عاد هذا موضوع، المهم انه القرار يطبخ من عندهم من مكتبهم باي شكل، عاد ان كانت الطريقه الخمسه مع رئيسهم هذا معروف الموضوع. انت يا رئيس يعني طب هذا مش خفف جاذبيه التنافس بين الانديه الاربعه، على اعتبار انه العلاقات المتوتره ما بين الاداريين في الانديه سابقا كان لها دور في التحفيز والتنافسيه وترقب الجمهور للصفقات وللضرر، الحين الامور كذا يشعر الجمهور انها ماشيه مزفلته يعني، عارف؟ صحيح، هي كان يعني ما تحس، شوف الخصوصيه اللي كانت او طبيعه انديتنا ذهبت خلاص مع الشركات ومع مع مع الحوكمه ومع الوضع اللي صاير، تحس انه هدات الناس وصار في برود كبير. يعني كيف نادي من اكبر انديه المملكه اليوم يعين رئيس؟ ما شوف التفاعل، شوف الوضع عادي، يعني عادي جدا، اؤمنت الناس بالوضع وتقول يعني خلاص، يعني مع الايام خلاص هم راح يقتنعون باللي مفروض عليهم ويشجعون ناديهم ويساندونه. طيب. وربي يوفق الجميع. اليوم طبعا